أخبار المهرية باختصار. ميليشيات تابعة للإمارات تختطف صيادين قرب منشأة بلحاف الغازية في شبوة. وساطة محلية تدخلت من أجل إطلاق سراح الصيادين، إلا أن الميليشيات رفضت الإفراج عنهم. منظمة حقوقية تتهم السلطات السعودية بممارسة التمييز العنصري ضد اليمنيين. منظمة سام قالت إن السعودية منعت مقيمين يمنيين من تلقي لقاح فيروس كورونا دون أي مبرر. مقتل 3 أشخاص في اشتباكات مسلحة بمديرية ذيبين في محافظة عمران. الاشتباكات اندلعت إثر خلاف بين أسرتين على مجرى للمياه في المديرية. الإجراءات الاحترازية بشأن كورونا والحجز الصحي يحرمان نجوما من المشاركة في تصفيات كأس العالم للعام 2020-2022. الإجراءات ستطال لاعبين مثل محمد صلاح وميسي ونيمار بعد تصنيف بلدانهم مناطق شديدة الخطورة. وفاة أطول رجل في الولايات المتحدة عن عمر يناهز 38 عاما إثر اعتلال في القلب. ويبلغ طول الأمريكي إيغور 2.35 متر، وعانى طيلة حياته من إفراز مفرط لهرمونات النمو. إلى اللقاء باختصار آخر.